نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. مجلس الشيوخ الإيطالي يقول إن مهمة قواته بليبيا تهدف لمساندة الحكومة المقترحة. السايح يعلن آلية تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج ويتوقع تمديدها بالداخل لعدة أيام. استمرار أزمة الوقود بالمنطقة الغربية وشركة البريغا تناشد المعنيين تأمين الطرق لإيصال المحروقات للجنوب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من النبأ. أوضح مجلس الشيوخ الإيطالي أن مهمة قوات بلاده العسكرية في ليبيا المراد بها تقديم المساندة والدعم للحكومة المقترحة من خلال الدعم التدريبي لقوات الأمن الليبية. وأضاف عضو المجلس زيفييل جيسال تيورا في وثيقة تحصل موقع عربي 21 على نسخة منها السبت أن قرار تصويت يقضي بتقديم الاستشارات والتدريبات اللازمة للقيام بها في ليبيا بغرض زيادة القدرات بشكل متكامل. كما أشار المجلس إلى أن إيطاليا ستقوم بنشاطات لاستعادة كفاءة عمل الوحدات الأرضية والبحرية والجوية شاملة البنية التحتية وتطوير القدرات الليبية لمراقبة الأراضي وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفقا للوثيقة. هذا وتستمر ردود الفعل الداخلية إثر قرار البرلمان الإيطالي تعزيز وجوده العسكري الإيطالي في عدة دول من ضمنها ليبيا. مستغلة حالة الفوضى وتدهور الوضع الأمني في ليبيا، تمضي الحكومة الإيطالية بعيدا عن خطاب المصالحة والتوافق الذي ينتهجه المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الراهنة. وما قرار برلمانها عزمه تعزيز وجوده العسكري في ليبيا بنحو 400 جندي إيطالي إلا خطوة جانحة في اتجاه معاكس. الخطوة أثارت حفيظة الليبيين واعتراض كثيرين ممن عدوها احتلالا وآخرون اعتبروها بمنزلة الاعتداء والتدخل السافر في الأراضي الليبية. وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة سلمت مذكرة للسفارة الإيطالية طالبت فيها الحكومة الإيطالية بتوضيح عاجل بشأن القرار، وهو ما يؤكد عدم التنسيق الثنائي رغم إبرام السلطات الليبية اتفاقية مع إيطاليا بشأن الهجرة في وقت سابق، وهو ما يطرح تساؤلات عن حقيقة النوايا الإيطالية، أمر توافق مع ما ذهبت إليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والتي استنكرت القرار واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة الدولة الليبية من قبل إيطاليا. في اتجاه آخر، نفى رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب طارق شنبور صحة القرار، وقال إن اجتماعهم مع مندوب وزارة الدفاع الإيطالية بالسفارة الإيطالية بطرابلس جرى التأكيد خلاله على رفضهم وجود قوات إيطالية في ليبيا باستثناء القوة المكلفة بحماية الوفد وفق العدد المسموح به من قبل وزارة الدفاع والخارجية الليبية، وهو ما أكدته السفارة الإيطالية بطرابلس في تغريدة حملت نفيا غير صريح بشأن تصويت برلمان بلادها، ووصفت الأخبار بغير الدقيقة محملة تغريدتها بتأكيدات تفيد التزامها بتوفير المساعدة الفنية اللازمة والتزامها بالصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية. وبين نفي إيطالي ضمني واعتراض ليبي خجول تتكشف يوما بعد يوم نوايا دول بعينها وتتضح اتجاهاتها وتبرز أياد خفية أخرى تذكي الصراع الداخلي وتطيل أمد الأزمة أو ربما تقود إلى مشارف أزمات غير منتهية بسبب أطماع جيوسياسية. أكد مدير المكتب العالمي بمطار معيتيغا خالد بوخريس استئناف رحلات الخطوط الأفريقية بعد توقفها جراء الاشتباكات التي شهدها محيط المطار. وأضاف بوخريس في تصريح للنبأ أن الحركة تسير بشكل طبيعي بعد استئناف كل الخطوط الجوية رحلاتها من وإلى المطار. ها
هذا وكان مطار معيتيغا الدولي استأنف رحلاته الجوية أمس بعد إغلاق دام عدة أيام جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة الاثنين الماضي، حيث عادت حركة المسافرين بشكل طبيعي داخل المطار. أولى طائرات الخطوط الجوية الليبية تحط في مطار معيتيغا الدولي بعد أن غادرته كل الطائرات التي أصيب بعضها بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت في محيطه منذ أيام، وتهدف الشركة إلى تسيير أولى رحلة اعتيادية من المطار عقب استقرار الوضع فيه وعودة الهدوء إلى المناطق المحيطة بالمطار. والله تم استئناف الرحلات بكل رياحية، وتم توافد المواطنين على المطار، وتم تسيير عدة رحلات حقيقة إلى حد الآن. اعتبارا من الساعة الثامنة تم تسيير رحلة للخطوط الليبية إلى تونس، وتم تسيير رحلة للخطوط الليبية إلى حقل الوفاء، كذلك تم تسيير رحلة على الخطوط البراق إلى تبرق، وجاري العمل حاليا في تسيير رحلتين إلى اسكندرية وإلى جدة من على متن الخطوط الليبية. ويستعد الركاب في صالات المطار لعودة حركة الجوية خلال ساعات قليلة إلى الوجهات الأكثر ازدحاما، وهي تونس واسطنبول عبر الطائرات التي جرت صيانتها خلال الأيام الماضية. واستأنفت الخطوط الليبية والأجنحة الليبية والبراق رحلاتها، كما تعمل إدارة المطار على إعادة الحركة الجوية كاملة بشكل تدريجي في الأيام القادمة. اليوم صباحا طبعا تم افتتاح المطار وتدشين الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية. بالفعل كانت عندنا رحلة لتونس غادرت، حاليا الركاب زي ما ترى أمامك متجهين إلى مطار جدة، والساعة الرابعة عصرا بإذن الله عندنا رحلة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية. الوضع الأمني حاليا الحمد لله يعني الأمور كلها يسودها الهدوء الحذر، وإن شاء الله يعني يظل الوضع زي ما هو عليه يعني. وعلى الرغم من عودة حركة الملاحة الجوية تدريجيا إلى المطار، غير أن الضربة الموجعة التي طالت الطيران الليبي أثرت على بعض شركات الطيران، أبرزها الخطوط الجوية الأفريقية التي لم تستأنف نشاطها بعد بحسب المكتب الإعلامي للمطار، وهو ما قد يسبب زيادة الضغط على الخطوط الأخرى التي تعاني بدورها قلة الإمكانيات والثقة الدولية. هذا وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديمها مساعدات طبية للمستشفيات في مدينة طرابلس. وقالت اللجنة في منشور على صفحتها بفيسبوك أن المساعدات الطبية قدمت لمستشفى معيتيغا وتاجورا من أجل علاج جرحى الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بمحيط مطار معيتيغا. أكدت غرفة عمليات الوادي بصبراتة حرصها على تفعيل المؤسسات والأجهزة الأمنية لتأمين المدينة. وشددت الغرفة في بيان نشرته السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك على احترامها حرمة البيوت حتى مع عائلات المطلوبين للعدالة، وأن عمليات تفتيش المنازل تتم وفق الإجراءات القانونية. وأوضح البيان أن الغرفة لن تتهاون مع من يريد التطاول على رجال الأمن والشرطة، وأن أي محاولة من هذا القبيل سيقابلها الرد بكل قوة وحزم وفقا لأحكام القانون. في المنطقة الشرقية، أكد مصدر بغرفة العمليات الأمنية ببنغازي إصابة 3 أشخاص بجروح إثر اشتباكات اندلعت بين الكتيبة 106 وكتيبة علي الثمن التابعتين لميليشيات الكرامة. وأوضح المصدر في اتصال مع النبأ أن الاشتباكات التي اندلعت بين الكتيبتين في منطقة سيدي فرج كانت على خلفية جريمة أخلاقية ارتكبها مسلحون من قبيلة التبو بكتيبة الثمن. وذكر المصدر أن الاشتباكات توقفت بعد إطلاق كتيبة الثمن سراح مختطف لديها من الكتيبة 106. اقترح مسؤولو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في اجتماعهم قبيل قمة 5+5 التي ستعقد اليوم بالجزائر، اقترحوا إنشاء آلية موحدة لمكافحة الهجرة والتطرف في ليبيا. ودعا نائب رئيس الجمعية طاهر كليل إلى التخلي عن الخيارات العسكرية لحل الأزمة الليبية، فيما أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أثناء استقباله لوزير خارجية الحكومة المقترحة محمد سيالة دعم بلاده للحل السياسي بليبيا.
كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن آلية جديدة لتسجيل الناخبين الليبيين في الخارج، وأوضح السايح لقناة النبأ أن المنظومة ستستبعد الطلبات المسجلة سابقاً، ما يعني أن على الناخبين في الخارج التسجيل مجدداً عبر الآلية الجديدة. وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستنطلق بداية فبراير المقبل عبر موقع إلكتروني يعمل وفق نظام مبسط. في السياق ذاته قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه من المحتمل تمديد عملية تسجيل الناخبين في الداخل لعدة أيام، وأشار السايح إلى تجاوز عدد الناخبين المسجلين حاجز 2,100,000، وهو رقم لم تكن تتوقعه المفوضية حسب وصفه. وأوضح السايح أن زيادة الإقبال على التسجيل أعطى دلالة على وعي الشعب الليبي ورغبته الحقيقية في بناء دولة ديمقراطية وفق تعبيره. هذا وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات السبت أن عدد المسجلين الجدد تجاوز 582,000 ناخب. وأوضحت المفوضية في تقريرها اليومي عبر صفحتها على فيسبوك أن إجمالي عدد المسجلين في السجل الانتخابي تجاوز 2,091,000 ناخب. ناشد رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريغا لتسويق النفط ميلاد الهجرسي وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة المقترحة لتأمين وصول الوقود إلى المحافظات الجنوبية. وطالب الهجرسي في اتصال مع النبأ الوزارتين بتأمين الطريق الرابط بين مصراتة وسرت لضمان وصول شاحنات الوقود. وأوضح المسؤول أن كميات الوقود اللازمة للمناطق الجنوبية متوفرة في مستودعات الشركة، وأنها مستعدة لتوريدها إلى مستودع سبها حال تأمين وصولها. في سياق منفصل، أكد الهجرسي انخفاض حدة أزمة الوقود في مدينتي طرابلس ومصراتة بعد عودة جزئية لشركات النقل للعمل. وأوضح الهجرسي لقناة النبأ أن العودة الجزئية جاءت بعد وعود وزارة الاقتصاد التي تعهدت بزيادة تسعيرة النقل وتحقيق مطالب سائقي شاحنات النقل. وأشار الهجرسي إلى رفض بعض شركات التوزيع نسبة الزيادة التي يطالب بها السائقون، مكتفية بتشغيل شاحنات التي تمتلكها إلى حين حل إشكالية تحديد نسبة الزيادة. تواصل مديرية أمن مدينة زوار حملة لمحاربة ظاهرة بيع البنزين على الطرق العامة وفي الأماكن غير المرخصة للحد من تهريب الوقود إلى الدول الأخرى. ووفقا لصفحة المديرية على فيسبوك أجريت جولات ميدانية عدة لمواقع بمنطقة أبي كماش بالتعاون مع غرفة العمليات العسكرية بالمدينة لضبط المهربين والتعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني وفق المديرية. إلى ذلك، أعادت شركة زويتين للنفط تشغيل معمل الغاز المسال بميناء زويتين بعد 3.5 سنوات من توقفه بسبب نقص الإمدادات والاعتصامات المتوالية. وأوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في تصريح للنبأ أن التشغيل حاليا في المرحلة التجريبية، حيث جرت صيانة المعمل وإعادة تأهيله للعمل بشكل تام. النشرة مستمرة معكم مشاهدين الكرام وتتابعون فيها بعد قليل. تحت شعار كل سبت شارع النظيف حراك ليبيا حلها الشباب، يطلقون حملة لتنظيف وتزيين شوارع طرابلس.
أهلا بكم من جديد. دشن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج برنامج التأمين الصحي للمعلمين، وعقدت مراسم التدشين في العاصمة طرابلس السبت بحضور عدد من المسؤولين في المجلس الرئاسي المقترح. وأكد السراج في كلمة له خلال الحفلة أن التعليم على رأس سلم أولويات حكومته، وأنها تعمل دوما لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بالمعلمين. المعلم هو أساس المنظومة. في خطوة لتحقيق مطالب المعلمين التي تنادوا بها منتسبو القطاع مع بداية العام الدراسي، أقدمت وزارة التعليم على إبرام اتفاق ثنائي مع وزارة الصحة لتوفير التأمين الطبي لجميع منتسبي القطاع. المراسم جاءت وسط احتفالية حضرها رئيس الحكومة المقترحة فائز السراج ووزير التعليم، إضافة إلى ممثلي عن وزارة الصحة تخللها عديد من الكلمات التي أشادت بالاتفاق. لنعلن عن انطلاقة جديدة بوضع برنامج التأمين الصحي للمعلمين، بعد أن أنشأنا في رئاسة مجلس الوزراء صندوق يهتم بالرعاية الصحية للعاملين بالدولة، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير البيئة الصحية المناسبة التي تراعى المتطلبات الضرورية للمعلم. خدمات صحية لصالح شريحة تمثل ما نسبته 27% من منتسبي القطاع الحكومي يبدأ نشاطها بعد استكمال إجراءات التسجيل ووضع قاعدة البيانات التي تستمر بحسب الصندوق على مدى 3 سنوات متواصلة. التأمين الصحي الذي أقره التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منتسبي التعليم وأسرهم. تعلمون أن العاملين بقطاع التعليم يمثلون ما نسبته 27% من كافة العاملين بالدولة، ولديهم الكثير من المطالب المتكررة والتي نراها حق مشروع، ودورنا نحن في وزارة التعليم أن ندافع عنها وفق ما هو متاح. رأينا أن يتم تفعيل هذا المركز وهذا القانون عن طريق شريحة المعلمين وكافة العاملين بقطاع التعليم. اليوم نوقع هذه الاتفاقية للبدء فعليا في الاستفادة من ميزة هذا المركز. الكل يعلم حجم قطاع التعليم، العاملين في قطاع التعليم كبير جدا بعائلاتهم، فيحتاج إلى وقت لإدراجهم، وفي نفس الوقت لازم يكون في جدولة متوافقة مع القدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة، بحيث أن ما يكونش في اختناقات مستقبلية في تقديم الخدمة ويكون في معوقات، ويكون بهذا حكمنا على المشروع التأمين الصحي بالفشل. فلهذا احنا وضعنا خطة لمدة 3 سنوات بمشاركة المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وطبعا حيكون وزارة الصحة حتكون الشريك الاستراتيجي في هذا العمل. مشروع يأتي في إطار العدالة الاجتماعية وتوحيد الامتيازات الحكومية بين القطاعات التابعة لها، ليكون نقطة انطلاق لعدالة وظيفية أوسع وأشمل. أبدى وزير الصحة التركي أحمد ديميرجان استعداد بلاده لتشغيل المستشفى الذي تشرف عليه شركة تركية بمدينة مصراتة بعد الانتهاء من أعمال البناء. كلام المسؤول التركي جاء خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق في العاصمة التركية أنقرة. ناقش الطرفان خلاله آلية عودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها خاصة في المجال الطبي. أرسلت لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة التابعة للحكومة المقترحة قافلة طبية إلى منطقة بير المرحان جنوب زنتان. وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بفيسبوك أن تسيير القافلة جاء بالتعاون مع منظمة أطباء الوطن التي أجرت كشوفات طبية في عدة تخصصات داخل المركز الصحي بير المرحان. وأقامت اللجنة الطبية دورة تدريبية للعاملين بالمركز الصحي حول استخدام جهاز تخطيط القلب وجهاز مراقبة العلامات الحيوية. وفي مدينة طرابلس أطلق عدد من الشباب مبادرة لإبراز الجانب الجمالي للمدن الليبية والارتقاء بالبلاد، ضمت عددا من منتسبي حراك ليبيا حلها الشباب. هاشتاغ ليبيا حلها الشباب دعوة أطلقها عدد من شباب العاصمة طرابلس لإبراز الجانب الجمالي للمدن الليبية والارتقاء بالبلاد.
فعاليات الدعوة التي ضمت منتسبي حراك ليبيا حلها الشباب وعددا من المتطوعين من الجنسين، كما ضمت العديد من البرامج الخدمية أبرزها تنظيف شوارع العاصمة طرابلس مع كل يوم سبت. حقيقة الحملة انطلقت بفكر شبابي، وهي حملة كل يوم سبت شارع نظيف. بنرتقوا على قلب الناحية الجمالية لشوارع طرابلس خصوصا، وإن شاء الله حتنطلق الحملة لباقي المدن. بفكر شبابي نتطلع أن على الأقل نبدو بحملات بسيطة للتوعية ولذكر أهمية العمل التطوعي وغيرها من هالأمور. حملة أراد القائمون عليها إيصال رسالتهم من خلالها الوصول للمواطن الليبي والشباب بشكل خاص على أن مثل هذه البوادر هي أساس بناء الوطن، داعيين للسلام وتكاثف الجهود ليكون العمل الجماعي هو الانطلاق لغد أفضل. شوفوا حراك ليبيا هلا شباب مجموعة من الشباب وبنات، طبعا فئة البنات ديما عادة لما يقولوا شباب لا احنا نقولوا بنات وأولاد، لأن الشباب الفئة العمرية من 18 ل 50 سنة آخر دراسة، يعني لازم البنت تكون موجودة في كل حراك أو كل نشاط مدني، لأن البنت لها بصمة أو لها دور، والبنت لها القدرة على المرونة، يعني تتعامل مع الشاب أو تتعامل حتى مع الشابات. أنشطة تطوعية جاءت لخدمة البلاد في غياب الدور الحكومي، على أمل أن تكون بداية مرحلة يتطلع الشباب أن يكون فيها واجهة العمل السياسي والخدمي. أقيمت بدار الفقيه حسن بالمدينة القديمة أيام الخط العربي في دورته الثانية. الفعالية التي نظمها جهاز إدارة المدن التاريخية فرع طرابلس والنقابة العامة للخطاطين تضمنت في يومها الأول محاضرة بعنوان الحكمة في الخط العربي، في حين نظمت خلال اليوم الأول والثاني ورشة خطية مفتوحة للجمهور. أنامل جمعتها جمالية الخط العربي وزخارفه التشكيلية بدار الفقيه حسن بالمدينة القديمة في فعاليات أيام الخط العربي في دورته الثانية 2018 التي نظمها جهاز إدارة المدن التاريخية فرع طرابلس والنقابة العامة للخطاطين. الفعالية التي أقيمت على مدار يومين كاملين تهدف بحسب القائمين عليها إلى التعريف بالخط العربي وبأشكاله الهندسية المختلفة. كانت محاضرتي عن الحكمة في الخط العربي، تطرحت إلى بعض الحكم من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله وعلاقتها بسلوك الخطاطين والمبتدئ والمتخصص. تضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان الحكمة في الخط العربي مشتملة لعرض رقمي لبعض لوحاته الخطية، فيما شهد اليوم الثاني على هامش الفعاليات عقد ورشة خطية مفتوحة للجمهور بإشراف أساتذة وشخصيات مهتمة في مجال الخط العربي، بالإضافة إلى معرض ضم بعض الأدوات والمقتنيات. الخطاطين وتلاميذهم يعني يمشقون ويكتبون، وبحضور الأساتذة يصححوا منهم الأخطاء في جو يعني معرفي طيب وأخوي، والتوفيق للجميع إن شاء الله. أتمنى مثل هذه المناشط أن تكون منتشرة في بلادنا خاصة، وأن الخط العربي مرتبط بهويتنا العربية الإسلامية وأيضا بتراثنا كل سكان هذا البلد دون تخصيص. بادرة تشجيعية حرصت النقابة على تدويرها لتكون سندا فنيا للهواة وملتقى للخطاطين الليبيين لإبراز مواهبهم في جمال الخط العربي على المستوى المحلي والإقليمي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الشيوخ الإيطالي يقول إن مهمة قواته بليبيا تهدف لمساندة الحكومة المقترحة. السائح يعلن آلية لتسجيل الناخبين الليبيين في الخارج ويتوقع تمديدها بالداخل لعدة أيام. استمرار أزمة الوقود في المنطقة الغربية، وشركة البريغا تناشد المعنيين تأمين الطرق لإيصال المحروقات للجنوب. كما تابعتم معنا أيضا تحت شعار كل سبت شارع نظيف، حراك ليبيا حلها الشباب يطلقون حملة لتنظيف وتزيين شوارع طرابلس.
نهاية النشرة، إلى اللقاء.